أثارت رواية للكاتبة السعودية بدرية البشر، وهذه صورتها بعنوان زائرات الخميس. تتناول الرواية دور مرحلة الطفولة في تشكيل شخصية الفتاة ونتائج الاختيار الخاطئ في الزواج. هذه الرواية أثارت جدلاً واسعاً بعد تداول مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي اتهامات بأن الرواية إباحية. بدأ الجدل عندما غرد مستخدم لتويتر يدعى نواف المهدي بصورة لصفحة من هذه الرواية باقتضاب تصف أول علاقة جنسية بين رجل وزوجته، ليلة الدخلة يعني. وكتب مخاطبا محل الكتب الذي اشترى منه الرواية: كيف لكتاب بهذا المحتوى يباع في قسم كتب الأطفال؟ أخطأت بعدم تدقيقي لمحتوى الكتاب قبل شرائه، ولكن خطأكم أفدح. لم تتأخر المكتبة، وهي مكتبة جرير، بالرد أيضا على حسابها في تويتر بإعلانها أنها سحبت النسخة أو نسخ الرواية من المكتبة. ينضم إلي عبر الهاتف من الرياض نواف المهدي، الناشط على مواقع التواصل الاجتماعي والذي أثار الموضوع أمام الرأي العام. سيد نواف، هل الذي أزعجك هو وجود الكتاب في قسم الأطفال أم الصفحة التي تحدثت عنها والتي تحتوي على محتوى جنسي؟ أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لك وللمشاهدين الأفاضل. في الحقيقة في البداية كان أمر طبيعي، يعني هو البحث عن كتاب، كنت أبحث الكتاب لابنتي، وجدت نفسي في قسم كتب الأطفال في مكتبة جرير في أحد الفروع. طيب مفهوم القصة، لكن هذا يعتبر خطأ من المكتبة، حدثني عن المحتوى، ما اعتراضك على المحتوى؟ لا، أنا ليش أتطرق للحديث من البداية؟ لأنه أصلا من البداية سواء كان خطأ من المكتبة أو لم يكن خطأ، الرواية كيف تم تصنيفها أن تكون في قسم الأطفال؟ يعني أنا أبحث عن إجابة على هذا السؤال، هذا من ناحية طيب. المكتبة. من ناحية الاعتراض، الرأي له حق مكفول في مجتمعنا السعودي، ولكن بحدود، وهذا الأمر يعني احنا متعودين ومتعارف عليه بدليل. طيب سيد نواف، اسمح لي بالسؤال فقط رقابية. بسرعة، لو أن الكاتب لهذه الرواية بنفس الوصف، لقد فقط تغيير الاسم، إنه كاتب رجل وليس بدرية، كان سيختلف موقفك؟ لا، انت ما ادري بسؤالك هذا تبحث عن ماذا، يعني تبحث عن اللي هو وجود فوارق بين المرأة والرجل في مجتمعنا؟ لا، غير صحيح الكلام هذا. انا لا يهمني الكاتب بدرية او الكاتب هو نواف المهدي، انا لا يهمني هذا الامر. اذا بنتكلم على الامور بشكل شخصي، الأستاذة بدرية لها احترامها وتقديرها، وانا من اشد المعجبين ومتابعين لها حتى في احد برامجها في احد القنوات. أنا أتحدث حتى لما أنا وجدت اسمها على الكتاب. إذن اعتراضك على المحتوى؟ أنا اعتراضي بالتأكيد على المحتوى وعلى نعم. مكان كل الشكر. تواجد هذا الكتاب. كل الشكر. عبر الهاتف من الرياض نواف المهدي، الناشط على مواقع التواصل الاجتماعي. وإثر ذلك ظهر هاشتاج طبعا بعد هذه الحادثة التي تحدثنا عنها، سحب كتاب بدرية الإباحي الذي انتشر بشكل واسع في السعودية، رد عليه أكثر من 100,000 تغريدة، وردت هذه التغريدات حوالي 116,000 عبر الهاشتاج الذي انتقد عددا كبيرا من المستخدمين ما جاء فيه. أما آخرون فدافعوا عن الكاتبة والكتاب وحرية التعبير بشكل عام. غردت الناشطة الاجتماعية غادة العدي قائلة: المكتبات مليئة بكتب ككتاب بدرية، لكنها محددة للبالغين الذين أطلقوا هاشتاج سحب كتاب بدرية الإباحي، هدفهم تصفية حسابات وطعن بالشخص نفسه لا أكثر. الكاتبة رجا ساير المطيري قالت، أو الكاتب رجا ساير المطيري قال: المكتبة أخطأت في التصنيف ووضعت الكتاب في رف كتب الأطفال، وهذا بالتأكيد ليس ذنب الكاتبة.
التغريدة الثالثة لشويش الفهد الذي عارض المسألة. لا أعلم كيف مر هذا الكتاب على المسؤولين في وزارة الثقافة والإعلام، وكيف تم منح الفسح لكتاب يدعو للإباحية الصريحة، سحب كتاب بدرية الإباحي. أما الكاتب الصحفي مشعل الزاهد فغرد قائلا: سحب كتاب بدرية الإباحي، كيف لمكتبة جرير أن توفر هذا الكتاب المفسد والمخالف للدين والقيم؟ يجب التدقيق على كل كتب توفرها المكتبة. إذن بعد انتشار هذا الهاشتاج والأراء المختلفة، غرد هاني الغفيلي كما نرى هنا، وهو المتحدث الرسمي لوزارة الثقافة والإعلام السعودية، وقال: وزارة الثقافة والإعلام توجه فورا بسحب كتاب زائرات الخميس لبدرية البشر الذي فسح في فترة الإدارة السابقة، وتفتح تحقيقا في الموضوع. أيضا تواصل فريق تريندينج مع تريندينج بي بي سي مع الكاتبة بدرية البشر التي قالت هذه العبارة، لا أريد التعليق على الموضوع حاليا. ينضم إلي عبر خدمة سكايب من دورتموند إبراهيم الجبين، الإعلامي والروائي السوري. إبراهيم، مرحبا بك في بي بي سي تريندينج. أنت كروائي وإعلامي، إذا أردت أن تكتب رواية ما، هل تأخذ بعين الاعتبار مثلا الجمهور الذي سيقرأها وتبرمج أفكارك وتطوعها لتسويقها أمام هذا الجمهور؟ أولا شكرا على الاستضافة في برنامجكم المهم صراحة، وعلى طرح هذا الموضوع الجريء. ثانيا يعني أنا لا أعرف يعني هل الجمهور السعودي مصاب بفصام؟ يعني هذا الشاب الذي اكتشف وجود هذا الكتاب للكاتبة بدرية البشر في قسم الأطفال، لو تحرك في مكتبة جرير 5 أمتار إلى قسم الفقه لوجد أن هناك كتب تتحدث بنفس الحديث، يعني ولا تراعي لا طفولة ولا غير طفولة. لو تذكر، ومن المصادفات أني أنا شخصيا درست في المملكة العربية السعودية في مراحل الدراسة الابتدائية والمتوسطة والثانوية، فأنا أعرف أننا كنا منذ أن كنا أطفال كانت تطرح هذه القضايا علينا في كتب الفقه في الأول الابتدائي والثاني والثالث والرابع دون مراعاة لمسألة التثقيف الجنسي. بالتأكيد أنا لا أبحث عن تسويق يعني الكتاب. هناك من يرد عليك إبراهيم يقول لك أن التثقيف الجنسي يكون عبر فقرات العلوم ودروس الكيمياء والعلوم الحيوية ودروس الطب، لكن الروايات يعني هي تتعلق بالخيال الجنسي أكثر منه التثقيف الجنسي، الإثارة، السكس. أستاذ أحمد، لا يوجد خيال جنسي كما يخطر على بالك. يعني الآن صفحات رواية بدرية البشر أمامي وهي سيدة مثقفة وحضرت الدكتوراه الخاصة بها في العولمة ومجتمعات الخليج وفلسفة الآداب، يعني سيدة لها تأثير صراحة أنا لا أعرفها شخصيا لكن أتابعها وأراقب أدائها ومسارها. يعني هذه السيدة تتحدث عن معاناة الطفلة، تذكر مسلسل القاصرات الذي قاموا بإنتاجه قبل سنوات في مصر حول تزويج القاصرات البنات. نعم. الصغيرات السن وكيف شكل صدمة للمجتمع، ولكنه نبه المجتمع إلى ضرورة عدم زج البنات بسن مبكرة في تجارب لا يعرفون عنها شيئا. يعني انظر الآن. أشكرك إبراهيم الجبين الإعلامي والروائي السوري من دورتموند، شكرا جزيلا لك.